اتكلمنا امبارح عن الانسامبلز وقلنا ان هو ده عباره عن ان احنا بنعمل للسيستم بنعمل له لارج نمبر اوف فوتوكوبيز، وكل فوتوكوبي هو بيحتوي على جاست وان ستيت من الستيتس اللي ممكن يكون اللي هي البوسيبل ستيت اللي السيستم ممكن يكون موجود فيها. وقلنا ان احنا عندنا في 3 تايبس اوف انسامبل. اول نوع اللي هو المايكرو كانونيكال انسامبل، قلنا المايكرو كانونيكال انسامبل ان هو كل سيستم من السيستمز اللي احنا كوناها او الفوتوكوبيز ديت كلها ليها ذا سيم فيكسد انرجي، كلها ليها ذا سيم فيكسد انرجي. نمبر 2 اللي هو الكانونيكال انسامبل، قلنا ده عباره عن ان كل برضه فوتوكوبي او كل سيستم هو ان ثيرمال كونتاكت with a large reservoir، large system اسمه reservoir. وعرفنا reservoir ان هو السيستم اللي هو ان انا اذا اديته انرجي او خدت منه انرجي temperature بتاعته مش هتتاثر. ف وهو ممكن يعمل السيستم اللي هو بتاعنا بقى اللي هو الصغير ده بيعمل exchange للانرجي من والى الريزرفوار. في بقى ثالث حاجه اللي هو الجراند كانونيكال انسامبل، ان هو ممكن السيستم يعمل اكستشينج مع ريزرفوار للانرجي بلس الايه البارتكلز، يعني يعمل اكستشينج اوف انرجي اند اكستشينج اوف بارتكلز. هناخد اكزامبل على دوت اللي هو الكانونيكال انسامبل. كلمه كانونيكال يعني ايه؟ معناها ان هي حاجه زي مشهوره او بنستخدمها كتير، يعني هي كلمه مش انجلش وورد، بس ده معناها ان احنا ايه يعني دائمة الاستخدام، ايوه يعني حاجة بنستخدمها على طول يعني. فاللي احنا بنستخدمه على طول هو الكانونيكال انسامبل اللي احنا عندنا بيبقى فيه اكستشينج الانرجي مع السراوندنج او مع الريزرفوار دوت. فاحنا هنفترض ان احنا عندنا سمول سيستم اللي هو دوت اللي على اليمين خالص. السمول سيستم ده زي ما احنا عرفنا الانسامبل ان هو كل سيستم من السيستمز الصغيره اللي احنا كوناها بيحتوي على كام ستيت اوف انرجي؟ على جاست وان ستيت اوف انرجي. فهو ده ليه جاست وان ستيت اوف انرجي، والريزرفوار طبعا عنده نمبر اوف مايكرو ستيتس اللي هنسميها اوميجا اوف اي ماينس ابسلون. الانرجي اللي هي بتاعت السيستم هنسميها ابسلون، والانرجي بتاعت الريزرفوار هتبقى اي ماينس ابسلون. طبعا التوتال انرجي بتاع الهول سيستم ده از فيكسد انرجي، يعني التوتال سيستم الانرجي بتاعته اي، واي ده دلوقتي فيكسد يعني كونستنت. فهيبقى الانرجي بتاعت الريزرفوار هتبقى اي ماينس ابسلون، والريزرفوار دلوقتي هو عند تمبريتشر تي. اللي بيحصل بالظبط زي ما قلنا بيحصل اكستشينج للانرجي لحد برضه ما وصلنا للايكوليبريم ستيت. فاحنا عندنا البروبابيلتي اللي هي هنسميها بي ابسلون، البروبابيلتي ان السيستم يكون ليه انرجي اسمها ابسلون، تمام؟ البروبابيلتي دي بتساوي ايه؟ ها زي ما احنا خدنا امبارح، المفروض ديت هتساوي ايه؟ هي دلوقتي عندنا وان ستيت، عندنا في السيستم هنا موجود فيه وان ستيت، وفي دلوقتي في يعني نمبر هيوج نمبر اوف ستيتس موجوده في الريزرفوار. هتساوي لا هي هتساوي النمبر اوف ستيتس اللي موجود في السيستم تايمز النمبر اوف ستيتس اللي موجود في الايه في الريزرفوار. طيب دلوقتي مش هنتكلم عن البروبابيلتي اكزاكتلي هي بتساوي كام، بس بنتكلم يعني رافلي ايه هي علاقتها بالنمبر اوف ستيتس اللي هي موجوده في الريزرفوار. يعني احنا بنقول هنا ان في السيستم موجود جاست وان ستيت، وهنا في الريزرفوار في ميني ستيتس. المفروض البروبابيلتي تو فايند ذا سيستم ان ذيس انرجي اللي سميناها ابسلون، تمام، بتساوي كام؟ او هي ريليتد لايه؟ ريليتد للنمبر اوف ستيتس اللي هي موجوده هنا وهنا. احنا عندنا هنا وان ستيت، فمن الايكويفالنت سوري من البوسيبل ستيتس اللي انا الاقيها ان انا الاقي الستيت اللي هو ده مع ده، او ده مع ده، او ده مع ده، او ده مع ده. فهنا البروبابيلتي هنا يعني كل ما النمبر ده كبر البروبابيلتي هنا هتكبر ولا هتقل؟ هتكبر. يبقى البروبابيلتي هنا بتتناسب دايركتلي مع النمبر اوف ستيتس اللي موجوده هنا و تايمز 1 اللي هو النمبر اوف ستيت اللي موجود في السيستم.
فلذلك بنقول هنا الـ probability في epsilon اللي هي الـ probability to find the system in energy epsilon directly proportional مع number of states, number of microstates اللي موجودة في الريزرفوار times 1 اللي هو الايه؟ الـ number of states اللي موجود في السيستم. فدلوقتي ممكن نعمل تايلور اكسبانشن للفانكشن اللي هي اوميجا اي ماينس ايبسلون. بنعمل تايلور اكسبانشن اراوند ايبسلون ايكوال 0، فهيدينا اللي هي الفيرست ايكويشن ديت اللي هي لين اوميجا ماينس اللي هو الفيرست ديريفيتيف بتاع اللين اوميجا باي دي اي و تايمز الايبسلون، وبعد كده الهاير تيرمز هتبقى هي فيها ايبسلون سكوير ايبسلون تكعيب وهكذا. فالايبسلون احنا بنعتبرها ان هي فيري فيري سمول بالنسبه للانرجي، فممكن نهمل الايه الاكسترا تيرمز اللي هي عن الفيرست اوردر تيرم اللي هو بتاع الايبسلون. تمام. واحنا عندنا دلوقتي احنا كنا معرفين التمبريتشر، كنا قايلين ان واحد على كي تي كان بيساوي كام؟ كان بيساوي دي ها دي لين اوميجا باي دي اي. تمام. فاحنا دلوقتي هنشيل من الفيرست ايكويشن هنشيل دي لين اوميجا باي دي اي وهنحط بدلها ايه؟ واحد على كي تي. تمام. فبقى السكند ايكويشن زي ما احنا شايفين هيبقى ايبسلون على كي تي. تمام كده. ممكن دلوقتي لو خدنا الاكسبوننشال للطرفين، طبعا هنهمل بقى كل الهاير تيرمز اللي هنا اللي هي اوف اوردر اللي هو الجريتر ذان الفيرست اوردر بتاع الابسلون، وهناخد الاكسبوننشال للطرفين. فهنلاقي عندنا ان الاوميجا في النهايه هتساوي ان الاوميجا اي ماينس ابسلون هتساوي اوميجا اي مضروبه في ايه؟ في اكسبوننشال ماينس ابسلون اوفر كي تي. واحنا لسه قايلين ان probability is directly proportional to this، صح؟ من فوق خالص. يبقى احنا عندنا probability هي proportional to اللي هو هنسميه بعد كده بولتزمان فاكتور اللي هو e to minus epsilon over kt، ودي معادله مهمه جدا. يبقى عندنا probability p of epsilon دي عباره عن probability to find the system او has energy e ايبسلون سوري ده دايركتلي بروبورشنال مع اللي هو اي تو ماينس الانرجي نفسها. هنا الانرجي اسمها ايبسلون، يبقى ايبسلون اوفر كي بي تي. تمام. واحنا هنسمي الاكسبوننشال ده عشان ده هيبقى معانا يعني كتير، هنسميه بولتزمان فاكتور. يعني ده عباره عن بولتزمان فاكتور. تمام كده. طيب احنا لو جينا دلوقتي لو جينا عملنا بلوتنج ل اتفضل اي احنا معرفين ده، يعني احنا معرفين كلمه انسامبل ان احنا بنقول هنعمل فوتو كوبيز من السيستم الواحد، كل فوتو كوبي فيهم او كل سمول سيستم هيحتوي فقط على وان ستيت من البوسيبل ستيتس بتاعه الاي بتاعه السيستم. فاحنا مش هندرسهم طبعا كلهم، هندرس واحد فيهم والباقي كلهم ذا سيم معايا. فهو ده اللي احنا عملناه، درسنا واحد منهم اللي هو بيحتوي فقط على وان ستيت وان مايكرو ستيت وهو ان كونتاكت مع اللارج ريزرفوار دوت وهكذا. طيب لو جينا نعمل بلوتنج ليه للبروبابيلتي مع الابسلون، فعندنا اللي هو السوليد السوليد لاين او السوليد كيرف دوت ده ات يعني لوور تمبريتشر، والداشد لاين ده مع هاير تمبريتشر. فاحنا دلوقتي عندنا يعني ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان كل ما الانرجي تكون اقل كل ما البروبابيلتي ان هو يحصل occupation للستيت ديت اللي هي ليها lower energy كل ما يبقى probability بتاعتها تبقى ايه؟ تبقى اعلى. وهو ده اللي احنا عارفينه. يبقى احنا عندنا اهو عند low epsilon probability بتبقى ايه؟
كبيرة. كل ما الـ epsilon تاخد قيمة أكبر، كل ما الـ probability to find the system in this energy يبقى إيه؟ تبقى أقل. طبعًا لو أنا عليت الـ temperature هلاقي إن الـ behavior بتاع الـ curve بيبقى بالمنظر ده. يعني هو مش هيحصل rapid decay، يعني عندنا في الـ low temperature بيحصل rapid decay. تمام؟ بيبقى هنا التمبريتشر لو هي قليله، فبالنسبه لي هيبقى الفاكتور ده كله اللي هو فيه الباور هيبقى ايه؟ هيبقى القيمه بتاعته ايه؟ كبيره، فهيحصل رابط ديكي. تمام؟ فممكن عند ابسلون معينه الاقي ان البروبابيلتي، يعني عند مثلا حد معين كده اهو، هلاقي ان الابسلون لو زادت عن الحد ده هلاقي ان البروبابيلتي تو فايند ذا سيستم ان ذيس انرجي تندس تو ايه؟ تو زيرو. تمام؟ لكن عندنا في الهاير تمبريتشر بيكون في possibility اكبر ان ايه؟ ان يكون في occupation حتى للستيتس اللي هي ليها higher energy. تمام كده؟ ماشي. طيب دلوقتي نعمل generalization بقى للكلام اللي احنا قلناه دوت، ان احنا دلوقتي لو عندنا السيستم to find the system ان هو موجود في state of energy ER. لو عندنا دلوقتي بقى نرجع بقى للكيس العادية بتاعتنا، ان احنا عندنا system والسيستم ده فيه large number of micro states. تمام؟ وكل micro states، كل groups من المايكرو ستيتس ديت، تمام، ليها energy معين. طيب ال probability to find the system in micro state with energy ER equal كام؟ هنقول اللي هي ايكوال الفاكتور اللي احنا قلناه اللي هو البولتزمان فاكتور ده اي تو ماينس اي ار اوفر كي تي، ولازم اعمل لها نورماليزيشن ان انا اعمل ديفايدد الايه؟ ديفايدد اول الصم على اول ايه؟ بوسيبل سيستمز او اول بوسيبل انرجيز. معايا كده؟ يعني الفاكتور اللي تحت ده اللي هو موجود في المقام ده، انا بعمل كده صم على all possible micro states اللي هي اللي ليها all possible energies. تمام؟ لكن لو انا خدتها بس اللي هو الجزء اللي فوق بس ده كده ايه؟ is not normalized. يعني ده is not normalized probability. normalized probability ان انا اعمل يعني اقسم على كل الايه؟ على كل ال possible states. معايا كده؟ حتى احنا في الكوانتم ميكانكس بنعمل كده. يعني البروبابيلتي في الكوانتم ميكانكس قلنا بتساوي كام؟ البروبابيلتي قلنا ان هي بتساوي المود سكوير بتاع الايه؟ بتاع البروجيكشن. زي ما قلنا امبارح لو عندنا ابساي، الابساي ديت هي عباره عن linear combination من الصم بيزس هسميها فاي ان، والاي ان ده هو عباره عن البروجيكشن على كل الايه؟ على اللي هي certain basis اسمها مثلا ايه؟ فاي كذا. تمام؟ اللي هي فاي ان. فاحنا قلنا probability to find the system in one of these eigen states او one of these basis equal كام؟ المود سكوير اوف ايه؟ معايا؟ وده اللي احنا عرفناه امبارح، يعني قلنا ان احنا ممكن نكتب ديت بصيغه ثانيه، ممكن نكتبها كده صح كده؟ احنا عندنا في الكوانتم ميكانكس احنا عارفين ان ده يعني لحد هنا ده بيساوي كام؟ واحد. دي ايدنتيتي مشهوره في الكوانتم ميكانكس وسهل اللي احنا نثبتها، ان الصم على فاي ان فاي ان ان هم مضروبين يعني باك تو باك مع بعض كده هو ده بيساوي كام؟ واحد. يعني كده ما غيرش حاجه، ابساي ايكوال ابساي. تمام؟ فيبقى عندنا دلوقتي لو انا قارنت ده مع ده هيبقى عندنا الاي ان هنا هيساوي كام؟ الاي ان هو ده اللي هو الترانزيشن بروبابيلتي دي اللي هو بيساوي فاي ان ابساي. يعني الترانزيشن بروبابيلتي من اليمين للشمال ان الابساي تروح للايه؟ تروح لواحده من الفاي ان. وقلنا دلوقتي ان المود سكوير بتاع ده يعني المود اي ان سكوير هو ده عباره عن الايه؟ البروبابيلتي، ده عباره عن اللي هو البي ان.
صح كده؟ طيب هل دي normalized؟ ديت is not normalized. ديت is not normalized in general. إلا لو الإبساي نفسها هي normalized، يعني إيه؟ يعني بالفعل هي لو هي نفسها في الأول هي normalized يبقى ديت أوكي، ديت normalized. تمام؟ يعني أديكم مثال مثلا. لو أنا قلت إن الإبساي equal 1 over مثلا square root 3 مثلا فاي 1 بلس 1 اوفر مثلا خلي ده مثلا 2 اوفر سكوير روت 3 فاي 2 وده بلس برضو كده 1 على 3 فاي 3. تمام؟ هنا الابساي از نوت نورماليزد. نعرف منين؟ نضرب ابساي في ابساي. لو ضربنا ابساي في ابساي كل فاي بتضرب في اللي شبهها عشان يدي 1. طبعا هم عشان اورثو نورمال، ولكن الفاي 1 في فاي 2 بتدي ايه؟ 0 وهكذا. فانت اكنك ايه، انت عايز تطلع الفاي في فاي او تطلع النورم اوف ابساي، يعني ابساي تايمز ابساي دي هتدي ايه؟ ده سكوير بلس ده سكوير بلس ده سكوير. ده هيدي 1 ولا مش هيدي 1؟ مش هيدي 1، هيدي اكبر من الايه؟ الواحد. يبقى الابساي هنا في الحاله دي از نوت نورمالايز، الابساي نفسها مش نورمالايز. تمام؟ طب لو انا عارف ان السميشن، يعني السميشن على كل البروبابيلتيز بتساوي كام؟ المفروض تساوي 1. لو انا اكتفيت بده، لو انا اكتفيت ان انا اعرف ان البروبابيلتي هي جاست بس المود سكوير بتاع البروجيكشن، تعالى كده نحسب البروبابيلتي هل هتساوي 1 ولا لا. يعني اقول سميشن على الان بي ان ايكوال، ها ده تربيع بكام؟ 2 على 3 بلس، ها بلس ده سوري ده 1 على 3 اللي جنبيه 2 على 3 بلس يبقى هنا البروبابيلتي از ايكوال 1. لا ما ينفع. سوري ماشي 4 3 يبقى دي كلها 6 على 3 بتساوي 2. تمام. يبقى هل كده البروبابيلتي از نورماليز؟ لا، البروبابيلتي طلعت اكبر من 1 وده امبوسيبل. تمام؟ فيبقى البروبابيلتي لما انا اجي اعرفها من البدايه لازم اقول ان انا اقسم على الايه؟ على ابساي ابساي عشان اعمل لها نورماليزيشن. تعالى كده نحسب لو قسمنا ده على ابساي ابساي، ما ابساي ابساي من هنا هي برضه هتساوي ايه؟ يعني ده تربيع قلنا 1 على 3 زائد 4 على 3 زائد 1 على 3 كل ده هيطلع برضه 6 على 3 يعني هيساوي 2. معايا؟ فانت دلوقتي لو قسمت ده اهو على ابساي ابساي فده هيساوي كام؟ برضه ده على 6 على 3 كل ده هيساوي في الاخر كام؟ 1. يبقى انا برضه ده اسمه normalized probability. يعني مش جاست نقول ان البروبابيلتي هي عباره عن المود سكوير اوف ذا بروجيكشن، لا لازم برضه عشان اعمل لها نورماليزيشن ان جنرال لازم اقسم على الايه؟ على اللي هو النورم اوف ابساي. تمام؟ نفسك عشان هما ده التعريف بتاع البيزس زي الاي والجي والكي. الاي اي دوت اي ايكوال كام؟ ايكوال 1. طب اي دوت جي ايكوال 0. تمام؟ ده تعريف البيزس. البيزس لازم يكونوا اورثو نورمال ولازم يكونوا ايه؟ ايه السكند كونديشن بتاعهم عشان يكونوا بيزس؟ ايوه لازم يكونوا سبانينج سيت. سبانينج سيت معناها ان هي ايه؟ اني فيكتور ان ذا فيكتور سبيس كان بي ريتن از ا لينير كومبينيشن من الايه؟ من الفيكتورز دي او من البيزس دي. هي لازم عشان تكون كومبليت سيت لازم تكون يكونوا لينيرلي اندبندنت ويكونوا سبانينج سيت. تمام؟ بس احنا معرفينهم برضو هنا اهوت ان هم ايه؟ ان هم اورثو نورمال بيزس، يعني هم اورثو نورمال بيزس. تمام؟ فالفاكتور اللي تحت او اللي هو الصم على كل البوسيبل ستيتس ده بنسميه الايه؟ البارتيشن فانكشن. وده مهم جدا وبرده هيبقى عليه يعني تطبيقات كتيره جدا بعد كده، ده هندرسه بالتفصيل ان شاء الله ممكن على بكره ان شاء الله نحاول ان احنا نوصل له.
يبقى الجزء اللي هو اللي موجود تحت دوت بس. هما مش يبقى الزد ايكوال السم على الاي اي 2 اي اي اوفر كي تي، ده اللي بنسميه البارتيشن فانكشن. طيب مثال بقى كده ايه في الحياه، يعني الكلام ده كلام ايه؟ يعني الديستريبيوشن ده از نورمال ديستريبيوشن، احنا بنشوفه حتى احنا عارفينه، يعني انتوا كلكم قلتوا ان هو عندنا اللور ستيت هي ديت تبقى مور اوكيوبايد عن الايه؟ عن الهاير انرجي ستيت. طب حاجه برضه هنا اهوت كاكزامبل يعني كده اهوت، لو عندنا لاتس زي كده، لو عندنا مثلا حاجه زي كده كل بوزيشن في نمبر 1، وهو بيقول لك العب لعبه كده اهوت، اللي انت تشيل 1 من هنا اهوت وتحطها في اي حته ثانيه، المكان اللي انت شلت منه ال1 هيبقى موجود بداله ايه؟ زيرو. وال1 ده لو اترمى في اي حته ثانيه الحته اللي راح عليها هيزودها ايه؟ هيزودها 1. فبيقول في البدايه شيل انت 1 نمبر من هنا اهوت وحطه هنا، تمام؟ بقى هنا زيرو وهنا ايه؟ 2. لما تيجي ترسم الكلام دوت هتلاقي ان هنا ان ال1 هو اللي خد الهاير، لسه ال1 هو برضه ما زال هو اللي ايه؟ اللي سائد، وال2 جاست خدت ايه؟ 1 تمام؟ خدت فاليو 1، وال0 برضه خد فاليو ايه؟ 1. افضل اعمل العمليه ديت لحد ما هتلاقي ان التوزيع بقى بالمنظر ده. ان انت هتلاقي ان الزيروز هي اللي بقت اكبر، تمام؟ والبروبابيلتي ان انت لما تيجي ترمي في مكان ما ترماش فيه قبل كده ده بتبقى بروبابيلتي اعلى من ان انت ترمي في مكان يترمى فيه قبل كده، تمام؟ فبتلاقي ال1 هو اللي ايه؟ هو برضو اكبر من النمبرز اللي بعديه وهكذا. فبتلاقي برضو الموضوع ماشي نفس الايه؟ الاكسبكتد من البولتزمان ديستريبيوشن. لما تكبر العمليه ديت هيبقى فيه كمان يعني ايه امبروفمنت للديكاي اللي هو الايه تتنبا بيه البولتزمان ديستريبيوشن. يبقى احنا عندنا اللور انرجي ستيت اللي هي زيرو هي بقت المور اوكيبايد عن كل الايه او موست اوكيبايد عن كل الستيتس ايه اللي بعد كده. واضحه ولا مش واضحه؟ ماشي. احنا للتسهيل هنسمي ال 1 اوفر كي تي هنسميها بيتا، تمام؟ وهنسميه ده بولتزمان. البولتزمان فاكتور هيبقى في الحاله ديت هيبقى ايه؟ جاست اي 2 ماينس بيتا اي. يعني البولتزمان فاكتور اللي هو ده اي 2 ماينس اي بقى هنقول اي مثلا على كي تي، تمام؟ احنا هنقول ان ال 1 على كي تي هنسميه بيتا، يبقى ده اي 2 ماينس بيتا اي. واحنا عارفين طبعا من الديفينيشن اوف تمبريتشر ان 1 على كي تي بتساوي دي لين اوميجا باي دي اي. طيب ده برضو سكند ابلكيشن على البولتزمان ديستريبيوشن. البولتزمان ديستريبيوشن اللي هو ان البروبابيلتي ان البروبابيلتي دايركتلي بروبورشنال مع اللي هو اي تو ماينس ايبسلون، هنا بقى هنسمي ده بيتا، هو ده اللي بنسميه البولتزمان ديستريبيوشن او النورماليزد النورماليزد ايكويشن اللي هي اللي احنا لسه قايلينها.
هنسميها بقى ايه على الزد على طول على البارتيشن فانكشن اللي هي الزد اللي هي sum over all the possible microsets ده اللي بنسميه البولتزمان ديستريبيوشن. طيب عندنا دلوقتي في سيستم السيستم ده عباره عن ليه فقط تو بوسيبل ستيتس اللي هي 1 ستيت هتبقى الانرجي بتاعتها ايبسلون ايكوال 0 والثانيه هيبقى ليها ايبسلون اي ايبسلون اكبر من الزيرو. يعني عندنا السيستم دلوقتي هو ليه جاست تو ستيتس هنا ديت 0 0 ستيت ايبسلون ايكوال 0 وهنا ايبسلون. تمام السيستم ممكن يكون موجود في اي من التو ستيتس ديت. طيب عايزين دلوقتي نحسب البروبابيلتي. هو الهدف من الاكزامبل ده ان احنا نحسب الايه اللي هو المين اوف انرجي. عايزين نحسب المين اوف انرجي هنا هتساوي كام، الافرج انرجي هنا هتساوي كام. فبنقول البروبابيلتي تو فايند ا سيستم ان ذا لوور ستيت بتساوي كام، بي اوف 0. ها زي ده بالظبط. هطبق ايه على ده، اي هنا الاي بكام، بزيرو، يبقى 1 على زد اللي هو الايه الصم. الصم دوت هو عباره عن ايه، الصم على التو ستيتس اللي هي اي تو 0 تمام بلس اي تو ماينس ابسلون. في الناحيه الثانيه هنا هو في السكند ستيت هنا الاي هي عباره عن ابسلون اي تايمز اي بيتا. يبقى ده ايكوال 1 اوفر 1 بلس اي تو ماينس ابسلون بيتا. واضحه كده ولا لا؟ ماشي. ده بالنسبه للبروبابيلتي اوف ذا فيرست ليفل او اللور ليفل. البروبابيلتي للابر ليفل بنفس الايه الطريقه، بي اوف ابسلون ايكوال هنا الاي بكام؟ بابسلون. يبقى اي تو ماينس ابسلون بيتا اوفر الصم اللي هو نفس الصم هنا اللي هو 1 بلس اي تو ماينس بيتا في الابسلون. طيب يبقى هنا الافرج اوف انرجي بيساوي كام؟ احنا عارفين الافرج اوف انرجي على طول ان هو بيساوي الصم على الاي اي اي بي اوف اي، صح كده؟ خلينا دي نسميها، دي مثلا نسميها بي 1 وديت نسميها بي 2 عشان ايه ما نتلخبطش. يبقى دلوقتي اي 1 هنا بكام؟ بزيرو تمام؟ بلس اي 2 هنا بكام؟ بابسلون تايمز الايه؟ البي اوف ابسلون اللي هي دي. يبقى ده ايكوال ابسلون في اي تو ماينس ابسلون بيتا اوفر 1 بلس اي تو ماينس ابسلون بيتا. تعالى بره نشوف البيهيفير بتاع الكلام دوت. طبعا هنا هو ايه يعني اختصر، لو احنا قسمنا على اللي هو البولتزمان فاكتور اللي هو دوت تمام، قسمنا فوق وتحت فهتطلع في النهايه تطلع ايبسلون على اي تو ماينس ايبسلون بيتا سوري دي بلس تمام بلس 1 تمام. طب تعال نشوف البيهيفير بتاع الكلام دوت عند اللو انرجي وعند الهاي انرجي. فاحنا لو رسمنا علاقه ما بين اللي هو الافريج اوف الانرجي مع ايبسلون اوفر كي تي اللي هي ايبسلون في بيتا يعني اللي هو الباور ده، يعني الباور ده هو ده اللي على الاكس اكسس هنا اللي هو ايبسلون على كي تي يعني ايبسلون في بيتا تمام. طيب الايبسلون في بيتا ديت لما بتساوي 0 يبقى دلوقتي يطلع الافرج اوف انرجي هيساوي كام؟ لا ايوه تمام ايبسلون اوفر 2. واضحه ولا يعني هنا قلنا الافرج دوت اللي هو هيساوي 1 اوفر اي 2 ايبسلون بيتا بلس 1. لما الابسلون بيتا جوست تو 0 يبقى ده كله هيساوي كام؟ ها؟ ده هنا فيه ابسلون. يبقى كل ده هيساوي ابسلون ايه؟ اوفر 2.
فهنا عند الـ very low energy يعني لما الإبسلون هتبقى عند الـ very low energy هتبقى الـ average هتساوي إيه؟ إبسلون over 2. زي ما إحنا قلنا امبارح اللي هي كانت المشكلة بتاعت الـ expectation value والـ average، هو طلع ده expected، expected إن إحنا دلوقتي عندنا في الـ low energy هتبقى إيه؟ بس ده بيتحقق في السيمي كوندكتور اه لا سوري انا معلش انا غلطت. هو احنا دلوقتي الابسلون دي فيكسد، دلوقتي الابسلون ديت مش ايه مش متغيره، احنا دلوقتي بنغير الايه التمبريتشر. فاحنا عندنا هنا اهوت عند الفيري هاي تمبريتشر، لما التمبريتشر تكون فيري هاي فبتبقى الفاكتور ده كله بيساوي كام او تندس تو زيرو، تمام؟ فعندنا عند الفيري هاي تمبريتشر هتبقى الانرجي بتساوي ايه ابسلون اوفر 2، تمام؟ زي ما قلنا عند الـ very high temperature يعني في energy كبيرة، ده معناها إن إيه؟ إن نص الـ particles المفروض إن هي تطلع للـ higher state ونصها ما زال إيه؟ occupied في الـ lower state. فده عند الـ very high temperature، تمام؟ طب عند الـ very low temperature فهنا الـ factor ده كله tends to إيه؟ to infinity. فمعناها هنا إن إيه to infinity معناها إن كل اللي تحت ده infinity، تمام؟ يبقى الافريج كله بتاع الانرجي تندس تو زيرو. معايا؟ معناها تندس تو زيرو معناها ان البارتكلز كلها فين؟ في الزيرو انرجي ليفل، الزيرو انرجي ليفل اللي هو الجراوند ستيت. فعندنا عند الفيري لو تمبريتشر بيبقى الاوكيوبايد هو اللور ستيت، اما عند الفيري هاي تمبريتشر بيبقى يعني ايه؟ هاف تو هاف يعني او هاف تو هاف، بيبقى ايكوالي اوكيوبايد التو ستيتس ايكوالي اوكيوبايد. ماشي. احنا عندنا كانت الافريج اوف انرجي كانت بتساوي الكلام ده، تمام؟ فلما هنيجي نرسمها هاجي ارسم اللي هو ابسلون اوفر كي تي اللي هو يعني ديت اللي هي ابسلون في بيتا يعني اللي هو الباور ده، تمام؟ طيب دلوقتي ات فيري لو تمبريتشر، خلينا سوري ات فيري هاي تمبريتشر الاول، لما التمبريتشر هنا هتكون كبيره جدا معناها ان كل الحاجه اللي على الاكس اكسس ديت بكام؟ بزيرو، رايحه للزيرو، تمام؟ يبقى هنا اي تو كام؟ تو زيرو. اه يعني ده معناها ان كل ده بيساوي كام؟ بيساوي ابسلون اوفر 2، تمام؟ وبعد كده عند اللو تمبريتشر هنلاقي ان دوت ايه؟ جوز تو انفينيتي، ده معناها ان ده كله ايه؟ جوز تو زيرو، تمام؟ فهنلاقي ان البيهيفير عامل كده. فهنا ده اللي هو ابسلون اوفر 2، تمام؟ وبيبقى البيهيفير عامل. فده معناها ان هنا في عند الهاي تمبريتشر ان هو دلوقتي الايه؟ ان الافريج طلع في النص، بس هنا اصلا مفيش possible state هنا في النص. فده معناها ايه؟ معناها ان الاوكيوبيشن هنا كان ذا سيم، يعني نصهم كان في اللور ستيت ونصهم كان في الهاير ستيت وهكذا. هو مجرد افريج، مجرد زي ما احنا قلنا امبارح ان احنا عندنا في الديسكريت ديستريبيوشن مش شرط ان احنا الافريج يطلع وان اوف ذا بوسيبل ستيت للفاريبل اللي هو الاكس، تمام؟ لا بيبقى ده بيبقى ستيت اصلا موجوده، ده بيبقى ستيت موجوده هي فعلا يعني اكشوالي هي بتطلع للستيت دي او هي الانرجي بتاعها بيبقى في الستيت دي. انت عندك يعني حاجه يعني ايه اكتر من كده في الليزر، انت بتنشئ ستيتس جديده، تمام؟ اللي هي الميتا ستيبل ستيت،
تمام، بس دي بتبقى ستيتس بالفعل، تبقى هو الانرجي بتاعت السيستم ممكن تاخد القيمه دي بالفعل معايا. لكن هنا احنا بنفترض ان هو البوسيبل ستيتس اوف ذا سيستم هم التو ستيتس دولت اللي هي 0 وابسلون، مفيش ابسلون اوفر 2، بس ده زي ما قلنا ده مجرد افريج معايا. ايوه ماشي، بس احنا بنتكلم دلوقتي عن حاجه افريج تمام، فده مش بوسيبل ستيت موجوده في الحاله دي، بس اللي هو ما بين 0 وابسلون. اه احنا في المثال بتاعنا ده، ده از نوت بوسيبل ستيت تمام. طيب هنا هنتكلم عن هنعرف يعني حاجة جديدة اسمها الفانكشن اوف ستيت. احنا دلوقتي هنعرف يعني نيو فانكشنز اوف ستيت، بس الاول احنا عايزين نعرف بس الايه كلمه فانكشن اوف ستيت ديت دي معناها ايه. فبنقول فانكشن اوف ستيت ده معناها ان هي ماكروسكوبيك اوبزرفابل بروبرتي اللي هي عند الايكوليبريم ستيت ليها ديفينيت فاليو وليها فيكسد فاليو، ولا تعتمد على ان هي خدت الفاليو ديت، يعني ايه الطريقه اللي هي خدت بيها الفاليو دي. يعني ده اللي هو التعريف بتاع اللي هو الايه الفانكشن اوف ستيت. فانكشن اوف ستيت تاني هي عباره عن ماكروسكوبيك بروبرتيز، مش مايكروسكوبيك، لا ماكروسكوبيك بروبرتي تمام، اوبزرفابل يعني ممكن قياسها، ممكن ان احنا نشوفها ميجرابل، وبتبقى عند الايكوليبريم ستيت ليها فيكسد فاليو وليها زي ما قلنا ان هي لا تعتمد على الطريقه اللي هي يعني ايه الفاليو ديت وصلت لها ازاي معايا، وبتبقى في حاله السيدي ستيت او حاله الاكوليبريم ستيت هي بتبقى ايه تايم اندبندنت. يعني السيدي ستيت لو هي ما زالت موجوده او الاكوليبريم ستيت ما زالت موجوده هي تايم اندبندنت، لكن ممكن هي تختلف اذا اختلفت الايه الاكوليبريم ستيت. لو انا وصلت لانذر اكوليبريم ستيت ممكن الايه الفانكشن اوف ستيت ديت يبقى ليها قيمه ثانيه. يعني سي مثلا سيستم وصل لاكوليبريم ستيت مع السراوندنج تمام، هلاقي مثلا تمبريتشر اللي هي زي ما هنعرفها دلوقتي ان هي وان اوف ذا فانكشن اوف ستيت، سوري ال تمبريتشر و الفوليوم والبريشر بتاعه تمام، الحاجات ديت هنلاقيها ان هي ايه بتاخد فيكسد فاليو عند ذيس اي اكوليبريم ستيت. نفترض الاكوليبريم ستيت دي اختلفت، يعني السراوندنج مثلا درجه حرارته عليت، فبيبتدي السيستم ان هو هياخد وقت عبال ما يوصل للايه الاكوليبريم ستيت مره ثانيه. عند الانذر اكوليبريم ستيت ديت هلاقي التمبريتشر بقت مختلفه ليها قيمه ثانيه، البريشر مختلف وهكذا. بس لو الاكوليبريم ستيت ما زالت موجوده، طول ما الاكوليبريم ستيت موجوده تمبريتشر زي ما هي، الفوليوم زي ما هو، البريشر زي ما هو معايا. فده اكزامبل للفانكشن اوف ستيت اللي هو زي الفوليوم البريشر التمبريتشر الانترنال انرجي وهكذا، وهنعرف دلوقتي حاجات ثانيه. طب اكزامبل على الحاجات اللي هي على الكوانتيتيز اللي هي بقول عليها ما تنفعش ان هي تكون فانكشن اوف ستيت، زي الايه زي الورك او زي الهيت. الورك دان اون ذا سيستم او باي ذا سيستم ده ما ينفعش ان هو يكون فانكشن اوف ستيت. ليه؟ لان زي ما احنا نشوف هو بيعتمد على الايه على الباث اللي هو وصل لي للنقطه دي للستيت دي. يعني لو عملت ورك زي ايه ما احنا كلنا عارفين الورك ده بيبقى باث ديبندنت، يعني بيعتمد على المسار اللي انا بوصل فيه للايه للفاينل ستيت معايا. وبرده الهيت نفس الايه نفس الكلام. طيب عشان الكوانتيتي اسميها ان هي فانكشن اوف ستيت لازم تكون اكزاكت ديفرنشال، لازم تكون اكزاكت ديفرنشال. يعني ايه بقى اكزاكت ديفرنشال؟ لو عندنا فانكشن الفانكشن اف ديت
هي function of x و y. فعندنا دي اف لو هو بيساوي f1 وديت function برضو of x و y dx plus f2 ودي function of x و y dy. تمام؟ لو هنا اللي هو الفانكشن دي لو هي بتساوي احنا طبعا عارفين دلوقتي ان ديت الفانكشن دي الاف سمول ديت فانكشن اوف اكس واي، فانا لو اطلع الديريفيتيف بتاعها او الفاريشن بتاعها ده بيساوي ايه؟ بارشال اف باي بارشال اكس. تمام؟ وده ات كونستانت واي دي اكس بلس بارشال اف باي بارشال واي دي واي. تمام؟ يبقى ده معناها ان ال f1 هنا هتساوي كام؟ ان ال f1 of x y دي هتساوي partial f by partial x، وان ال f2 ال f2 هتساوي partial f by partial y. هو ده الكونديشن اللي هو اللي بنقول عليه ان الفانكشن ديت او اللي هو الديريفيتيف بتاعها ده بيبقى exact differential. ان احنا عندنا الحاجة اللي مضروبة في دي اكس او الفاكتور اوف دي اكس ده بيساوي ايه؟ partial f by partial x، والحاجة اللي مضروبة في الدي واي ده بتساوي partial f by partial y. لو حصل كده يبقى دي بنسميها exact differential. معايا؟ مثال مثلا لو احنا خدنا function مثلا اللي هي عبارة عن x times y وشوف الكونديشن ده هل ده مطبق عليها ولا لا؟ الدي اف هنا هيساوي كام؟ لو جبت الدي اف، الدي اف هنا هيساوي كام؟ الاول في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الاول، يعني هيساوي كام؟ ها؟ يعني ممكن نقول ان هي اكس ان هي مثلا واي دي اكس بلس اكس دي واي. تمام كده؟ ماشي، لو جيت انت برضو تجيبها لو انت هتجيبها بنفس الطريقه ديت، شوف هنا partial f by partial x هتساوي كام؟ يعني لو انا قلت partial f by partial x هيساوي كام هنا؟ لو انا هفضل هنا بالنسبه للx هتساوي كام؟ y. تمام؟ وهنا partial f by partial y بتساوي كام؟ x. هل الكلام ده صح ولا لا؟ صح؟ اهو. يبقى الحاجه اللي مضروبه في dx هي ديت partial f by partial x، والحاجه اللي مضروبه في dy هي ديت ايه؟ partial f by partial y. معايا؟ يبقى هنا بنقول ان الدي اف ديت is exact differential. يبقى ديت exact differential. معايا؟ طيب لو كان عندنا يبقى في الحاله دي بنقول ان الدي اف is an exact differential. لا احنا دلوقتي هنقول التطبيق بتاعها ايه الحاجه اللي احنا عايزينها منها. تمام؟ طيب مثال على حاجه is not exact differential. لو قلنا ان دي اف مثلا هنقول ان هي اكس او واي دي اكس، واي دي اكس لو هي جاست كده واي دي اكس، هل دي exact differential؟ لا. ايوه الترم الثاني مش ايه؟ مش موجود. فديت is not exact differential. ايه بقى اللي احنا عايزينه هنا من الاكزاكت ديفرنشال دي؟ ان هنا البروبرتي الجميله جدا للاكزاكت ديفرنشال فانكشن ديت ان هي الانتجريشن عليها لا يعتمد على الايه؟ لا يعتمد على الباث، بيعتمد بس على الانيشال والفاينل بوينتس. معايا؟ يعني هنا لو جيت مثلا للفانكشن اللي هي دي، خلي دي مثلا واحد ودي اتنين عشان نميز ما بينهم. معايا؟ يعني لو جينا مثلا ان احنا عاوز اعمل انتجريشن على دي اف 1، دي اف 1 اللي هي الاف 1 اللي احنا قلناها اللي هي اكس تايمز واي. تمام؟ ما بين مثلا نقطتين A و B. ده ايكوال كام؟
اللي هو ده كله تمام، اللي هو في الاخر هيساوي يعني في الاخر هيساوي اف 1 اوف بي ماينس اف 1 اوف اي تمام، لا يعتمد على الباث بتوين اي اند بي، ولكن بيعتمد بس على قيمه الايه الاي والبي. لو جينا نعمل الكلام ده هنا مش هنلاقيه صح معايا، هنلاقي ده لابد ان انت تعرف العلاقه ما بين الايه الواي والاكس، لازم تعرف العلاقه ما بين الواي والاكس. ولذلك لو انت لو جينا مثلا لو سي مثلا ان احنا هنعمل انتجريشن ده ما بين البوينت 1 1 و 2 2 y دي اكس، فده هيساوي كام؟ ما اقدرش احل التكامل على كده، ما انا مش هعرف احل التكامل على كده، هو لازم يقول لي ايه الباث نفسه اللي هو ما بين التو بوينتس دي، يعني لازم هنا اهو يرسم لي عند الاكس واي دايجرام ادي النقطه اللي هي نقطه 1 1 وهنا النقطه اللي هي 2 2 تمام. الكلام ده اللي هو بيساوي اللي هو التكامل على دي اف 2 خلاص. لو انا مشيت كده احنا عارفين الانتجريشن هو عباره عن ايه، يعني حتى كده بدون ما نعمل الانتجريشن كله يعني ان هو عباره عن الاريا اندر ذا كيرف تمام. فالانتجريشن دلوقتي هيبقى الايه المساحه دي كلها صح. طب لو انا مشيت كده يعني رحت للنقطة اللي هي 2 1 وبعد كده طلعت من 2 1 لحد الايه 2 2، هيبقى هنا الانتجريشن هو عبارة عن ايه؟ اللي هو الانتجريشن هو عبارة عن الاريا دي تمام؟ وهكذا. وممكن لو انا مشيت بقى العكس، لو انا مشيت بدل ما امشي كده وكده ممكن اطلع لفوق الاول وامشي كده، هيبقى الايه؟ الانتجريشن هو كل الايه الاريا دي. فهيبقى هنا هوت الانتجريشن ده باث ديبندنت، يعني انتجريشن في الحاله دي باث ديبندنت. فلذلك الفانكشن دي اللي هي دي اف 2 بقول عليها ان اكزاكت، يبقى دي في الحاله دي بقول عليها ان اكزاكت ديفرنشال. معايا كده؟ طيب الكلام ده بيفكرنا بايه؟ لو احنا درسنا في سنه اولى في الفيزيكس او حتى في الثيرموداينامكس لما كنا بنرسم البي في دايجرام وكنا بنطلع الايه الورك صح؟ مش الورك هو نفس الايه نفس الكلام ده وكان باث ديبندنت تمام؟ فالورك هنا از ايه؟ از ان ان اكزاكت ديفرنشال. الورك ان اكزاكت ديفرنشال لانه بيعتمد على الايه؟ على الباث على المسار. اما باقي الحاجات اللي احنا قلنا عليها الهيت والبريشر والفوليوم والانترنال انرجي والكلام ده كله لا يعتمد على الايه؟ على الباث. واضحه ولا لا؟ يبقى ان اكزاكت، يبقى ان اكزاكت، يبقى ما ينفعش ان احنا نسميه فانكشن اوف ستيت. ما هو ان هو ده بيعتمد على المسار، بيعتمد على المسار تمام، لكن ان هو اللي فوق ديت لا يعتمد على المسار. ما هو هنا الفانكشن هنا اهوت هي y دي x تمام، فلازم دلوقتي هو يقول لي الواي هنا بكام، يعني على المسار ده انا ما اعرفش الايه الواي رايحه ازاي، يعني لازم اجيب دلوقتي العلاقه ما بين الواي والاكس تمام، يعني لازم نجيب y in terms of x، ف y in terms of x دي بتختلف باختلاف المسار. معايا كده؟ فلذلك ان المسار ده هيدينه قيمه غير المسار ده غير المسار اللي هو كان كده. تمام؟ اي علاقه. فلذلك هو ده depend on the path، يبقى بقول على الفانكشن دي بقول عليها ان هي ايه؟ in exact differential، ما تنفعش ان هي تكون function of state. اما لو جيت هنا هوت فايا كان الباث هو بس بيعتمد على الايه؟ بيعتمد على الفاينل ستيت والانيشال ستيت او الفاينل بوينت والانيشال بوينت.
معايا؟ يعني ده ممكن تعملوه كهوم ورك ان احنا نمشي على المسار ده بالنسبه للاف 1. لو انا مشيت كده اهوت او مشيت كده او حتى لو مشيت كده هنلاقي كل الايه؟ الانتجريشن ايه؟ ذا سيم. خلاص؟ فيبقى دلوقتي قلنا مثال على دوت اللي هو الورك. يعني بدل ما اكتب اكس واي ممكن اكتب ايه؟ بي وفي. ويبقى الانتجريشن اللي احنا بنطلعه لان الورك بالظبط هو زي ده. الورك هو عباره عن ايه؟ يعني الدي دبليو هو عباره عن ايه؟ بي دي في. صح؟ اكزاكتلي زي ده بالظبط. معايا؟ فيبقى الورك ما ينفعش يكون فانكشن اوف ستيت. برضه الهيت ما تنفعش تكون فانكشن اوف ستيت. لكن الانترنال انرجي، الفوليوم، البريشر، تمبريتشر ده فانكشن ايه؟ اوف ستيت. يعني مثلا دلوقتي لو انا واحد مثلا ايده فيها تمبريتشر، يعني فيها هاي تمبريتشر. تمام؟ التمبريتشر لما اجي اقيسها هي تمبريتشر. تمام؟ خدها بقى ازاي؟ ان هو عمل مثلا فريكشن بايديه كده اهوت، حطها في ميه سخنه، في الاخر الميجرمنت اوف تمبريتشر ذا سيم. هو خد التمبريتشر منين؟ ديت ايه؟ ماليش دعوه، ديت مش هتفرق في الميجرمنت بتاع الايه؟ تمبريتشر. لكن الورك لا هيفرق. تمام؟ لما انا اوصل للفاينل ستيت تمام؟ هو لازم يقول لي بقى هل انت عملت ايزوثيرمال اكسبانشن كده؟ ولا انت مشيت كده اهوت؟ ولا انت مشيت كده؟ وبعد كده مشيت كده؟ يعني لو ده البي وده الفي يبقى انا كده مشيت الفوليوم كان ثابت فدي اسمها ايزوفوليومتريك بروسيس، وهنا البريشر ثابت فدي اسمها ايزوباريك بروسيس. تمام؟ لكن دي تبقى ايزوثيرمال بروسيس، فكلها بتختلف. هل انا وصلت للفاينل ستيت ايزوثيرمالي ولا عن طريق اللي هو التو باثس دولت ولا عن طريق التو باثس دول؟ فهتفرق معايا. فعشان كده الورك هو از نوت فانكشن اوف ستيت. وبرضه هنا من البروبرتيز للفانكشن اوف ستيت ان هو ما دام فقط بيعتمد على الانيشال، يعني لا يعتمد على المسار، فقط بيعتمد على الايه؟ معرفة الانيشال بوينت والفاينل بوينت. فده معناها ان الكلوزد انتجرال لفانكشن هي اكزاكت ديفرنشال، المفروض الكلوزد انتجرال ده هيساوي كام؟ هيساوي زيرو. لان هنا الفاينل ستيت والانيشال ستيت ذا سيم. تمام؟ برضو العكس بالعكس، لو انا لقيت انتجرال الكلوزد انتجرال على فانكشن معينه بيساوي زيرو، معناها ان الفانكشن ديت ايه؟ هي اكزاكت ديفرنشال. لو انا لقيت عندي كلوزد انتجرال ايكوال زيرو على فانكشن معينه فبقول يبقى الفانكشن ديت هتبقى ايه؟ اكزاكت ديفرنشال. مش كده؟ لا بص، هو ممكن برضو تاخد يعني تاخدها بمعنى تاني من برضو من الكونديشن ديت. احنا ممكن بتطبيق الثيوريز اللي هي الديفرنشال ثيوريز اللي انت برضو ممكن تلاقي ان نابلا كروس اف ايكوال زيرو. تمام؟ يعني هي برضو نفس الايه؟ نفس الكونديشن، الكلوزد انتجرال على الدي اف ايكوال زيرو، هتلاقي برضو ان نابلا كروس اف 1 هنا ايكوال زيرو. من ستوك ثيوري. تمام؟ يعني هي دي لو حصل كده بتقول على السيستم ده ان هو ايروتيشنال ايه؟ ايروتيشنال سيستم، او الفانكشن في الحاله دي هتبقى ايروتيشنال فانكشن. معايا؟ Thank you.
مش شرط. طيب برضو هنعرف يعني سريعا الانتروبي. يعني بقدر الامكان احنا مش عايزين نخش في الثيرموداينامكس، بحيث ان هو الوقت يعني هما 5 ايام، ناخد يعني ايه بقدر الامكان الحاجات اللي هي مفيدة في الاستاتيستيكال ميكانكس، وفي حاجات كمان ممكن يكون ليها ارتباطات ببعض الفروع الايه الثانية مهمة جدا اللي احنا ايه نعرفها. فمش هنخش كتير في الثيرموداينامكس، بس الحاجات اللي احنا هنحتاجها برضو ايه لازم هنقولها. فالانتروبي احنا عندنا من السكند لو اوف ثيرموداينامكس ان احنا عندنا الدي كيو اللي هي في الريفرسبل بروسيس over t equal 0. وهنا في convention يعني ان هو ان الفانكشن اللي هي بتبقى is not exact differential بنحط لها ايه شرطه فوق بس كده. يعني ده معروف ان هي دي زي ما احنا لسه قايلين ان الهيت is not exact differential، هي in exact differential. فالحاجه اللي هي in exact differential بنحط لها بس ايه شرطه فوق كده. طيب لكن الاكسبريشن ده كله تمام، هو لقينا زي ما احنا لسه قايلين ان الكلوزد انتجرال هنا ايكوال 0، يبقى ديت كلها هتبقى ايه اكزاكت ديفرنشال. يعني الكوانتيتي دي كلها از اكزاكت ديفرنشال، يعني دي كيو اوفر تي ديت از ان اكزاكت ديفرنشال. الهيت ان اكزاكت تمبريتشر، الهيت لكن التمبريتشر ديت اكزاكت exact differential. يعني ال temperature ديت state of function، زي ما احنا قلنا لو واحد مثلا ايه temperature بتاعته بيقيسها هو دي independent، هو خد الايه خد ال temperature ديت ازاي او وصل لل temperature دي ازاي. ديت ده احد ال statement بتاعت second law of thermodynamics. ده second law of thermodynamics او احد ال statement بتاعته. فديت الاكسبريشن قلنا الكوانتيتي دي كلها ما دام ان الكلوزد انتجرال بتاعها ايكوال 0 يبقى ديت هي اكزاكت ديفرنشال. هي دي لوحدها الدي كيو لوحدها از نوت اكزاكت، لكن دي كيو اوفر تي هي اكزاكت ديفرنشال. ماشي؟ لان الاثنين ريليتد لبعض. يعني دي تي هنا ديت مش يعني ايه مش هي كونستانت بالنسبه للكيو فهطلعها بره، هما الاثنين ريليتد لبعض معايا. فما دام هي اكزاكت ديفرنشال يبقى اذا الانتجريشن ده اللي هو الانتجرال من ايه لبي دي كيو اوفر تي ده هيبقى ايه باث اندبندنت. ده لا يعتمد على الباث، يبقى ده از ا باث اندبندنت. والكمية ديت هي ديت اللي هنعرفها ان هي state of function، هو path independent دلوقتي يبقى ده هو عبارة عن state of function. فهنعرف دلوقتي state of function جديدة هي دي اللي اسمها الانتروبي. فالانتروبي اللي هو الدي اس هو ده اللي بيساوي الانتجرال بتاع دي كيو اوفر تي. ده الدي اس. لا سوري ده ده الاس كله، الدي اس من غير انتجرال. صح كده صح.
ال DS هو بيساوي ال DQ over T. ايوه ما انا لسه بعرفها بقى، اسمها اي حاجه سميها اي حاجه، يعني انا لسه في كوانتيتي تمام، عرفت ان هي دلوقتي دي تنفع ان هي تبقى ستيت اوف فانكشن، سميها اي حاجه. ايوه ما هو المعاني كلها جايه من هنا، يعني ده الاصل بتاعها، يعني المعاني الثانيه اللي هي موجوده في الاستاتستيكال ميكانكس زي ما احنا هنشوف هي كلها يعني ايه اشتقت من هذا الايه من القانون ده. عايز سميها اي حاجه سميها اي حاجه. لا لو كان عندك اصلا الانتروبي ده حاجه معروفه قبل كده وليها مثلا ايه ايكويشن معروفه او ليها قانون معروف وكده اهوت، انت من حقك تسال كده اشمعنى ده هو ده، اشمعنى هو ده هو ده الانتروبي. لكن انا دلوقتي انا يعني ايه انيشيالي انا اي ديفاين ذيس كوانتيتي. ايوه ما انا عايز بص، هي دلوقتي قبل الانتروبي هي الايه الكميه دي. ايوه هي دي البدايه معايا، يعني زي ما بقول لك لو انت اصلا كنت الانتروبي دي قبل كده كان ليها قيمه ثانيه وكان ليها قانون ثاني ومعروف، وانا جيت قلت لك ان هي دي هي الانتروبي، كنت تقول لي اشمعنى هي الانتروبي، اشمعنى مش الفوليوم، اشمعنى مش اي حاجه. تمام كلامك صح في الايه، لو هي كان ليها قانون قبل كده، لكن انا لسه هعرف اصلا كوانتيتي جديده اللي هي الكوانتيتي ديت، انا هعرفها باي حاجه سميها ابراهيم مثلا يعني. تمام فديت هي state of function لان هي path independent، فهي تبقى تنفع ان هي تبقى state of function، والstate of function الجديده دي هي سميتها الايه الانتروبي. ودلوقتي هنعرف ايه المعنى الاستاتستيكال مينينج بتاع الايه بتاع الانتروبي. مش هنقول ان هو يتناسب عكسي لان قلنا هنا هو الايه مفيش كونستانت، يعني هنا مفيش كونستانت ما بين الايه، يعني في الريليشن دي فين الكونستانت؟ هنا بقول لك ما هي مفيش كونستانت، هو كله ديبند على بعضه، يعني انت هتغير التمبريتشر هتغير الايه هتغير الحراره هتتغير، او هتغير الحراره فهتتغير لك التمبريتشر معايا. كنت حد عايز يسال؟ طيب من هنا هوت انا ممكن اعرف ان الدي كيو هي عباره عن تي دي اس، الدي كيو هي عباره عن التمبريتشر في الديفرنشال بتاع الايه بتاع الانتروبي. احنا عندنا من الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس ان الدي يو اللي هو الانترنال انرجي او التغير في الانترنال انرجي ايكوال الايه الدي كيو ماينس بي دي في اللي هو التشينج ان ورك. واحنا لسه عندنا دلوقتي ان الدي كيو بقت تساوي التي دي اس، فيبقى عندنا التشينج ان انترنال انرجي ايكوال تي دي اس ماينس بي دي في. لو عندنا اليو هي فانكشن في الاس والفي، الانترنال انرجي هي فانكشن في الانتروبي والفوليوم، فيبقى عندنا دي يو ممكن اقول ان هي عباره عن بارشال يو باي بارشال اس دي اس بلس بارشال يو باي بارشال في دي في. لو هنقارن ما بين التو ايكويشنز ديت يبقى عندنا التمبريتشر هنا هتساوي كام؟ هتساوي بارشال يو باي بارشال اس،
هنا ده طبعا at constant volume وده at constant s. تمام؟ سيد سيد ايوه ماشي، بس هي دلوقتي احنا ايه الايكويشن اللي عندنا ديت تمام ما فيهاش كل ده، ما هي فانكشن في حاجات كتير معايا، بس بالنسبه للايكويشن اللي عندنا ديت هي فانكشن في الايه؟ فانكشن في الاس وفانكشن في الفوليوم، يعني هي هتبقى يوسلس يعني لو كتبت هنا ان هي مثلا فانكشن في كذا وكذا وكذا وكذا، هتبقى ملهاش اي قيمه. حد بيسال؟ فيبقى عندنا temperature هنا هتساوي partial U by partial S. لو جبنا الريسيبروكال بتاع الايكويشن ديت المقلوب بتاعها فيبقى عندنا 1 over T equal partial S by partial U برضو at constant volume. لا هي نعم انا مش عارف يعني كل الكلام ده هي دي ده مش سبيشال كيس يعني معايا، هي فانكشن في حاجات كتير يعني الانترنال انرجي فانكشن في الايه؟ فانكشن في التمبريتشر، فانكشن في الانتروبي، فانكشن في الفوليوم، فانكشن في حاجات كتير تمام؟ بس ايه اللي انا هستخدمه دلوقتي؟ انا عندي دلوقتي الايكويشن اللي عندنا دلوقتي ما فيهاش الايه؟ ما فيهاش غير في تشينج ان انتروبي وفي تشينج ان فوليوم. معايا؟ يعني حتى لو انا زودت سي مثلا واحد عايز يزود هنا تمبريتشر تمام عشان يكتب هنا مثلا بلس بارشال يو باي بارشال تي مثلا ايه دي تي تمام، عايز يزود 100 حاجه هنا هو هيزود في الاخر لما انا اعمل كومبارابل ايه كومباريزون ما بين ده ومن ده مش هتغير حاجه برضو في الاخر التمبريتشر هي الايه هي ده تمام. بقول افرض ان هو مثلا دلوقتي في حاجات هم لينيرلي اندبندنت على بعض تمام وهي اليو فانكشن فيها تمام، انا بقول حتى لو حطيتها هنا اهوت هتبقى برده مش هتاثر معايا في اي حاجه لان في الاخر هنا اهوت برده ايه لما اعمل كومباريزون ما بين ده وما بين ده سواء في حاجه اه هي ممكن تكون هي متضمناها مثلا ايه حاجات من هنا ليها علاقه ببعض. الحاجات دي مثلا هي اصلا مش موجوده يبقى هي دي مش الديستنشن يعني هي دي الديستنشن فانكشن لو هي لو في بارامتر ثانيه مش موجوده موجوده فوق تمام يبقى هي هو اكيد كانت بارامتر زياده جدا عليها في اسم وفي تمام لان هي في اي حاجه ثانيه هتبقى متضمنه اصلا في دي في الحاجات دي تمام. الاس هل يتفضل هما ريليتد لبعض اه تمام. فهيبقى عندنا دلوقتي زي ما قلنا
الواحد على تي بيساوي الكلام ده من الستاتستيكال ديفينيشن اوف تمبريتشر. احنا كنا ممكن لو زودنا هنا هو الكي بي تحت في الطرفين فيبقى عندنا واحد على كي تي هيساوي الايه الكلام ده. واحنا عندنا واحد على كي تي عارفين ان هو بيساوي دي لين اوميجا باي دي اي. تمام، فده هيساوي عندنا ماشي يعني دي لو عايز بس معلش اكتبها بطريقه ثانيه خلي دي زي ما هي. هنكتب الواحد على تي يعني من هنا هوت هتساوي ايه؟ الواحد على تي من هنا هتساوي كي في دي لين اوميجا باي دي اي وهي ايكوال برضو من هنا هوت اللي هو بارشال اس باي بارشال يو ات كونستانت في. تمام، فمن هنا هوت ممكن ان احنا يعني باين من الايكويشن ديت ان الايه طبعا الانرجي هنا هنعتبرها هي نفس الايه الانترنال انرجي هنا لان ليهم نفس الدايمنشنز. تمام، فهيبقى الاس هنا هوت هتساوي اللي هو كي بي لين اوميجا. فهيبقى الانتروبي هيساوي الكي بي لين اوميجا وهو ده الستاتستيكال definition of the entropy ان هو عباره عن measurement للنمبر اوف microstates يعني ده 4 يعني ده 4 particular microstate. يعني لو عندنا microstate هي عدد الميكروستيت داخلها هي اوميجا. تمام، فهيبقى عندنا الاس هو عباره عن الكي بي لين اوميجا حيث الاوميجا ده نمبر اوف مايكرو ستيتس اللي موجوده في الايه السيرتن ماكرو او البارتيكولار ماكرو ستيت دي. خلاص، وده هيبقى برضو ميجرمنت اوف ديس اوردر اللي موجود في السيستم اللي هو مقدار الايه العشوائيه اللي موجوده في السيستم. كل ما النمبر اوف مايكرو ستيتس كبر كل ما هيبقى ان السيستم بيبقى زي ما قلنا المايكرو ستيتس دي كلها ايكوالي لايكلي معناها ان السيستم بيبقى سبند ايكوال تايم ان ذيس مايكرو ستيتس. ده معناها ان مقدار العشوائيه هنا ايه كبير ان السيستم مش هيبقى ليه يعني هيقضي وقت كبير جدا في ان هو عبال ما يوصل للسيدي ستيت او يوصل للايكوليبيوم هيبقى لازم يعمل اكسبلورنج على كل الايه المايكرو ستيتس. فكل ما كبر عدد المايكرو ستيتس كل ما مقدار الديس اوردر اللي موجود في السيستم هيكبر. فعشان كده بيبقى الانتروبي ناس كتير بتعرفوا ان هو عباره عن يعني بيقيس مقدار العشوائيه في الايه في السيستم. تمام، هناخد ريست كده اهوت وعلى 4 ل 10 كده